غانا تحتفل باستلام أضخم مستشفى بتنفيذ مصري، والرئيس الغاني يؤكد مصر تشهد نهضة استثمارية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ووزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي دعم العلاقات الثنائية خلال اتصال هاتفي، ويؤكد على ضرورة التوصل لحل شامل للقضية الفلسطينية. ورئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير محور ترعة الطوارئ، ويوجه بتكثيف التواجد الأمني بالمشروع والتعامل بحسم مع البناء العشوائي. ووسائل الإعلام العالمية تحتفي بحصول منتخب اليد على بطولة العالم، وتؤكد مصر أول فريق غير أوروبي يتوج بالبطولة. مساء الخير، بنرحب بحضراتكم معانا يوم جديد في الحياة اليوم، متابعة لأهم وآخر الأخبار مع حضراتكم. الحقيقة في أخبار كتيرة ومتنوعة النهاردة في فقرتنا الإخبارية، هنبتديها بإنجاز جديد في طبيعة العلاقات المصرية الإفريقية، مش بس على المستوى السياسي طبعا في إنجاز وتقدم كبير اتحقق في الملف ده، وده اللي انعكس على المستوى الاقتصادي وعلى التعاون ما بيننا وما بين الأشقاء الأفارقة، وده اللي بيعمق طبيعة العلاقات ما بيننا وما بين القارة الإفريقية. النهاردة غانا احتفلت باستلام أضخم مستشفى نفذته شركة مصرية ضمن سلسلة من المستشفيات والمنشآت الطبية اللي تعاقدت عليها الشركة المصرية مع الحكومة الغانية لتنفيذها، وهيتم تسليمها تباعا. مراسم التسليم حضرها رئيس غانا اللي قام بجولة في المستشفى وأبدى إعجابه بالإنجاز المصري في التنفيذ. ده كان وسط اهتمام إعلامي مكثف من مختلف وكالات الأنباء والمراسلين الأجانب. رئيس غانا أكد خلال الاحتفالية على عمق العلاقات التاريخية اللي بتجمع ما بين مصر وغانا من أيام عهد الزعيم جمال عبد الناصر، وحاليا في تعاون مكثف زي ما قال رئيس غانا في مختلف المجالات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. قال إن مصر بتشهد حاليا طفرة اقتصادية كبيرة، وده اللي خلى عدد كبير من الشركات المصرية تستجيب لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إنها تروح وتستثمر في إفريقيا. وعلى لسان رئيس إحدى شركات الاستثمار اللي عاملة المستشفيات في غانا دكتور سعيد دراز، قال إن مجموعته قامت بتنفيذ مشروعاتها ووكلت مجموعة كبيرة من مقاولين الباطن بما فيهم شركة فيليبس و وستاك البريطانية، وواحدة من أكبر الشركات الصينية كمان على مستوى العالم، ونجحت المجموعة المصرية إنها تلتزم بتنفيذ أول مستشفى بطاقة استيعابية 160 سرير. ده المستشفى اللي تم تسليمه امبارح في غانا والاحتفال بيه كان النهاردة. وقال وضح دكتور سعيد إن التصميم والإدارة والإشراف والتمويل كله تم من خلال الشركة المصرية بالاستعانة بخبرات مصرية 100% بمشاركة عدد كبير من المهندسين المصريين، إدارات التعاقدات والمشروعات كلها مصرية. سلسلة المستشفيات بتضم عدد من المستشفيات الإقليمية، وزي ما بقول لحضراتكم جاري تسليمها تباعا، وإنجاز وخبر طبعا مهم جدا بنبدأ بيه حلقتنا مع حضراتكم. أما في الشأن المحلي النهاردة كان في اتصال مهم ما بين وزير الخارجية مع السفير سامح شكري مع نظيره الأمريكي للتباحث حوالين مختلف أبعاد العلاقات الاستراتيجية ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، كمان الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. معالي المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية قال إن الوزيرين خلال الاتصال تطرقوا لإزاي يتم تطوير علاقات التعاون ما بين مصر وأمريكا، وده اللي هيعكس عمق واستراتيجية
العلاقات المصرية الأمريكية ويحقق المصالح المشتركة ما بين البلدين. تم التأكيد على استمرار التنسيق ما بين مصر والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب. كمان من خلال الاتصال الهاتفي تم التطرق لمختلف الملفات والقضايا والأزمات في منطقة الشرق الأوسط، في مقدمتها طبعا بطبيعة الحل القضية الفلسطينية. ومعالي الوزير سامح شكري عرض وأكد الرؤية المصرية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أنه يتم التوصل لحل شامل للقضية دي على أساس حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية. زي ما بقول حضراتكم، مختلف الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وفي المنطقة العربية كانت في مقدمة الاهتمام، سواء بنتكلم على الوضع في ليبيا، الوضع في اليمن، كمان أزمة الخليج والعلاقة ما بين طبعا الخليج دلوقتي، منطقة الخليج وإيران. على كل الأحوال احنا معانا على التليفون دكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. مساء الخير دكتور جمال. أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور جمال. يعني تقييمك لطبيعة العلاقات المصرية الأمريكية، وإزاي بيتم من خلال هذه العلاقة التطرق لحل أزمات ما زالت شائكة وملتهبة في المنطقة العربية؟ طبعا أمريكا دولة عظمى، مصر دولة هامة على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الإقليمي، من الطبيعي أن يكون هناك تواصل حتى وإن كان هناك اختلاف في وجهات النظر بشأن قضايا عديدة بالفعل. وهذا بدا خلال الثلاث او الاربع سنوات الاخيره كثير من القضايا الخلافيه، لكن هذا ايضا لا يمنع ان يكون هناك نقاط اتفاق. لا يمكن تصور ان يكون هناك قطيعه مع دوله كبرى او دوله عظمى ايضا لديها قدره على التحكم في القرار الدولي، على سواء على الصعيد الاقتصادي او على الصعيد الدبلوماسي او حتى على الصعيد الاستراتيجي. فبالتالي من الطبيعي ايضا ان يكون هناك هذا التواصل، وان تحافظ مصر ايضا على علاقات جيده او متوازنه مع الولايات المتحده، ولا سيما ان هناك اوجه التعاون كثيره ايضا مع الولايات المتحده في المجال الاقتصادي، في حركه التبادل التجاري، في المجال الاستراتيجي سواء على مستوى التدريب او مستوى التسليح، او ايضا في التنسيق صدد المواقف الخاصة بالمنطقة أو في القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي. فبالتالي يعني هذه العلاقات هي علاقات طبيعية، وحتى وإن كان يشبه ما يشبه من فتور في بعض الأحيان أو توتر في بعض الأحيان. ده بالنسبة لطبيعة العلاقات المصرية الأمريكية، لكن مصر دلوقتي وعلاقاتها الخارجية ودورها وقوتها في المنطقة في وسط أوضاع إقليمية طبعا كلنا شايفين اللي بيحصل في العالم كله، يعني إزاي مصر بتتحرك في هذا الملف؟ شايف ده إزاي يا فندم؟ بالطبع هناك نجاحات كثيرة حققتها مصر في مجال السياسة الخارجية. إذا قررنا يعني مكانة مصر الدولية الآن وما كان عليها في السنوات العشر الماضيه، لن اقول في السنوات ما بعد 25 يناير، لكن حتى ما قبل 25 يناير كان هناك نوع من انكفاء على الذات نوعا ما، صحيح الانكفاء او الخمول في السياسه الخارجيه. مصر الان بتفتح افاق جديده سواء على الصعيد الاقليمي او على الصعيد الدولي مع القوى الكبرى، مع الدول الناميه، مع الدول التي لها تجارب في التنمية، مع الاتحاد الإفريقي، مع الاتحاد الأوروبي. فبالتالي هي سياسة خارجية نشطة على كافة الأصعدة. طيب بمناسبة كلام حضرتك عن علاقتنا برضو مع القارة الإفريقية، لسه من ثواني كنت بتكلم على يعني تعاون على المستوى الاقتصادي مش بس في غانا، لكن احنا شايفين الشركات المصرية بدأت بالدخول بقوة في القارة الإفريقية واستثمارات مهمة علشان توثق علاقتنا مع القارة الإفريقية. تقييم حضرتك برضو للتحرك اللي تم؟ يعني بالطبع يعني هذا هو مربط الفرد كما يقول او بدايه الحديث. انت العلاقات الدوليه قائمه على المصالح قبل ان تكون قائمه على العواطف او قائمه على العلاقات، على مجرد الصداقه والعلاقات الوديه وهذه الاشياء التي لا يمكن تصورها الا بين الاشخاص، لكن بين الدول يعني تجمعها المصالح قبل ان تجمعها كل هذه العوامل التي يمكن ان نتحدث عنها. فبالتالي من الجيد او من المفيد ان تخلق مصر نقاط تاثير ومراكز مصالح سواء على مستوى القاره الافريقيه او مع دول العالم المختلفه. فبالتالي بمثل هذه التكتيكات او السياسات التي تتبعها مصر من خلال التعاون الفني او التعاون الاقتصادي مع دول القاره الافريقيه، يمكن تثبيت
العلاقات، ويمكن بالفعل مثل هذه المحاور الاقتصاديه او المحاور الاجتماعيه يمكن بالفعل ان تتغلب على بعض الصعوبات السياسيه او بعض الخلافات السياسيه في قضايا او في ملفات كثيره جدا. فبالتالي انا اعتقد ان هذه هي بدايه صحيحه ان يكون لنا مراكز مصالح ونقاط تاثير، ويعني في كثير من دول القاره الافريقيه. تمام، شكرا جزيلا دكتور جمال سلامه استاذ العلوم السياسيه جامعه قناه السويس، بشكر حضرتك. النهارده رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عمل اجتماع علشان يتابع اعمال تطوير محور ترعه الطوارئ، ده كان بحضور وزراء الانتاج الحربي والبترول والاسكان ومحافظ الاليوبيه ومحافظ القاهره. في بدايه الاجتماع دكتور مصطفى مدبولي اكد على ان مشروع تطوير محور ترعه الطوارئ ده بيعتبر واحد من اهم المشاريع اللي بيتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووضح ان في تحديات لسه بيتم العمل على ازالتها علشان يتم المشروع ده المشروع المهم ده في أقرب وقت ممكن. رئيس الوزراء استمع لشرح حوالين المكونات الرئيسية للمشروع. خلونا أقول لحضراتكم إيه هو مشروع ترعة الطوارئ وأهميته. المشروع ده بيتضمن إنشاء محور اتجاهين بطول 13.5 كيلو وبعرض 50 متر. الاتجاه الواحد بيشتمل على طريق رئيسي مكون من 3 حارات مرورية. كمان في مكونات المشروع في عندنا 8 كباري، وتقاطع جسر السويس، تقاطع جمال عبد الناصر، تقاطع شارع مصطفى كامل، وغيرها من التقاطعات اللي الهدف منها انها يعني تسهل المرور. كمان خلال الاجتماع تم استعراض تقرير مجمع حوالين الموقف التنفيذي لاعمال الانشاء على طول المحور وقطاعاته، بدايه من طريق جسر السويس وصولا لطريق بلبيس الصحراوي. اما فيما يتعلق، وطبعا دي نقطه مهمه جدا، التعامل الانساني مع الناس اللي هم ساكنين في العشش او المساكن العشوائية الغير آمنة اللي كانت أو موجودة في محور ترعة الطوارئ. محافظ القاهرة أشار أنه تم الانتهاء من إزالة العشش والمساكن الغير آمنة الموجودة على مسار المحور بالكامل، لكن النقطة المهمة أن الناس هتروح فين؟ أنه تم بالفعل زي ما قال محافظ القاهرة تسكين عدد 789 أسرة من إجمالي 1056 أسرة تم تسكينهم في مشروع أهالينا، وأن عمليات التسكين بقى باقي الأسر هيتم تسكينهم تباعا خلال الفترة اللي جاية. رئيس الوزراء في ختام الاجتماع أكد أنه لازم ننتهي من نقل المرافق المطلوب بنقلها الخاصة بالمشروع علشان زي ما بحطكم العمل يخلص في أقرب وقت، وقال أنه يمكن ده توجه احنا شايفينه من خلال الدولة اعمال القانون، ان التواجد الامني لازم يكون بشكل مكثف ومستمر على طول مسار محور ترعة الطوارئ علشان اولا يأمنوا اعمال الازالة، وانه لو اي حد بقى اللي هو فرض الامر الواقع او التعدي على الطريق او ما الى اخره، اي بناء عشوائي بالمنطقة يتم ازالته والتعامل بحسم في هذا الملف. هنفضل برضو مع رئيس الوزراء واجتماعاته. النهاردة في اجتماع تاني كان لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير المتحف المصري بالتحرير، وطبعا احنا عارفين المتحف المصري هيبقى فيه المتحف المصري الكبير، لكن في التحرير كنت بقول لحضراتكم خبر امبارح ان ميدان التحرير هيتم تغيير صورته بالكامل للشكل الأفضل والشكل الحضاري واستعادة روح القاهرة التاريخية وسط البلد مرة تانية. هيتم تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ووزراء الآثار والسياحة والإسكان وكمان محافظ القاهرة حضروا هذا الاجتماع. في فعاليات الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الحكومة حط على أجندة أولوياتها تطوير ورفع كفاءة المتحف المصري بالتحرير، كمان المنطقة المحيطة بمتحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومنطقة الفسطاط. أما وزير الآثار قال أن في تكليف من الرئيس بتطوير ورفع كفاءة المتحف المصري بالتحرير والمنطقة المحيطة به زي ما بقول لحضراتكم. كمان في عدد من الأعمال التانية وتكليفات خاصة بإعداد مسار المومياوات الملكية اللي هيتم نقلها بعد كده للمتحف المصري الكبير إن شاء الله. وزير الآثار قال إن في جهود بتتم سواء من خلال الوزارة وبالتنسيق مع محافظة القاهرة علشان يرفعوا كفاءة المتحف المصري بالتحرير. تم الإسناد في يونيو 2019 للشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات جهاز المشروعات الخدمة الوطنية إنها تقوم بأعمال رفع كفاءة المتحف المصري، والأعمال بتشمل كتير من الأشياء اللي من شأنها إنها ترجع الشكل الجمالي والحضاري للمنطقة كلها بشكل عام.
معانا على التليفون أستاذ عيسى مرشد، مدير تحرير جريدة الأخبار. مساء الخير أستاذ عيسى، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكي وأهلا بالسادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ عيسى. واضح أن في نشاط مكثف النهاردة من قبل رئيس الوزراء في عدد من الملفات، لكن خلينا نقول عنوانها وأنا بتابع كده هو التطوير، أني أغير وأبتدي أن أنا أحط لمسة جمالية ولمسة حضرية في وجه القاهرة بشكل عام. حضرتك قلتي التطوير وأنا بضيف لي التطوير والتنمية. تمام. التطوير والتنمية ده دور مهم جدا بتقوم به حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بتكليف من الرئيس السيسي، وده بيعتبر دور مهم جدا لأعمال الحكومة حتى يشعر رجل الشارع المصري أن هذه الحكومة تعمل معه ومن أجله. تمام. ودعينا نبدأ من محور ترعة الطوارئ. المحور ده طوله زي ما حضرتك قلتي 13.5 كيلومتر وعرضه 50 متر، لكن هو بيبدأ من طريق جسر السويس حتى طريق بلبيس الصحراوي. أنا من وجهة نظري أن ده بيعتبر مشروع من المشروعات المهمة الخاصة بالحماية الاجتماعية وتوفير السكن الآمن للمصريين اللي عايشين في مثل هذا المحور، وده بيعتبر مرحلة جديدة من مرحلة تاريخ القضاء على العشوائيات والمساكن غير الآمنة في مصر ونقل هؤلاء إلى مساكن آمنة. المحور زي ما قلت لسيادتك بيبدأ من طريق جسر السويس حتى بلبيس، طريق بلبيس الصحراوي دي عليه 8 كباري. حضرتك تعرضتي لثلاث كباري، لكن أنا هضيف ليهم الكوبري بتاع جسر السويس وكوبري جمال عبد الناصر وشارع بيرتي وشارع مصطفى كامل وشارع سبيكو وطريق الجبل الأصفر وطريق بالبيس وفي كوبري للدوران للخلف. أنا بقول مرحلة من مرحلة توفير الشقق لسكان هذه المناطق العشوائية، مرحلة للحماية الاجتماعية. هناك تعاون ما بين محافظتي القليوبية والقاهرة ممثلة في المحافظين المسؤولين عن هاتين المحافظتين. تم إعداد حصر كامل لسكان المناطق اللي في ترعة الطوارئ دي، وده بيعتبر مشروع من المشروعات بقول الاجتماعية التنموية الحضارية الحماية الاجتماعية. النهاردة تم تسكين 789 أسرة، الباقي من 1056 أسرة. ده كان يوم حتى يوم الخميس الماضي اللي هو 15 أغسطس الحالي. لكن الآن استمرار في عملية التسكين بتكليف من الرئيس السيسي لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ويتم التعاون وصولا إلى الانتهاء من نقل المرافق الخاصة بطريق ترعة الطوارئ ده، وده هيعتبر دور مهم في المرحلة دي. لكن على الجانب الآخر وجه رئيس الوزراء بتواجد أمني مكثف في هذه المنطقة في مسار المحور عشان الناس ما ترجعش تبني مباني جديدة بعد ما الحكومة تنظف وتعمل المسار بتاع ترعة الطوارئ. أنا بقول منع أي محاولات للبناء الجديد هو طريق لقفل باب العشوائيات والقضاء عليها حتى ندخل بإذن الله العام اللي جاي عام 20 بلا مساكن عشوائية. وده تمني من كل الناس المصريين المخلصين بيقولوا مش عايزين مساكن عشوائية، خاصة أن هناك طفرة كبيرة في المساكن الشقق ووحدات الإسكان الاجتماعي على مستوى جميع المحافظات. وأنا أعتقد أن المرحلة اللي جاية بإذن الله مع بداية الربع الأول من عام 20 مش هيبقى عندنا مساكن عشوائية بإذن الله. جانب آخر، رئيس الوزراء عمل اجتماع مهم عشان رفع كفاءة وتطوير منطقة المتحف المصري بالتحرير والمنطقة المحيطة بمتحف الحضارة بالفسطاط. أنا بقول ما يتم من إجراءات في هذا الشأن بيعتبر نقلة حضارية للمناطق الأثرية والسياحية على مستوى مصر. رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تطوير هذه المناطق، منطقة المتحف المصري بالتحرير والمنطقة المحيطة بمتحف الحضارة اللي في الفسطاط وبحيرة عين الصيرة. أنا بقول ما يتم من إعداد تصور لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري اللي هو في التحرير إلى متحف الحضارة في الفسطاط، ده هيتم في إطار احتفالية عالمية تؤكد أن مصر حريصة على حماية الآثار وحماية هذا التاريخ الذي يعتبر دور مهم جدا في هذه المرحلة. على جانب آخر، هناك إجراءات عاجلة لبحيرة عين الصيرة عشان تطويرها وتنميتها وعمليات التدبيش والتكريك. ده مرحلة
تم إسنادها لإحدى كبريات الشركات المصرية العاملة في هذا المجال، وهذه الشركة بتعمل على إيجاد جزر داخل هذه البحيرة. أنا بقول ما يتم هيبقى بشكل جمالي ويؤدي إلى صورة حضارية تسابق بها مصر في الإجراءات. وأكيد كمان هيكون ليه مردود اقتصادي في استثمارات، مردود اقتصادي وفرص عمل ودخل عائد من السياحة، وأفواج سياحية بتزيد ومساهمة في الدخل الأجنبي وزيادة احتياطي مصر من الدخل الأجنبي. كل هذه الأمور تفتح مصر على كل دول العالم وتؤكد أننا على أعتاب نهضة تنموية متكاملة وصولا إلى مصر الجديدة 2030 إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ عيسى مرشد، مدير تحرير جريدة الأخبار، عند النقطة دي فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، وإن شاء الله زي ما بنشوف في إنجازات وفي مشروعات وفي مؤشرات اقتصادية وفي اهتمام من قبل مؤسسات التصنيف الاقتصادية العالمية بالإجراءات اللي مصر قامت بيها في طبعا الإصلاح الاقتصادي وغيره، وإزاي ده كان مردوده على أرض الواقع. ده اللي عرضه النهاردة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عرض تقرير من مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية. التقرير أشار أنه، وده كل اللي أقول حضرتكم من يعني مضمون هذا التقرير وإزاي بيصنف مصر، بيقول أن من المتوقع أنه اقتصاد مصر ينمو بمتوسط 6.8% سنويا حتى عام 2027، وبالتالي هيكون ضمن أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم. التوقعات بتشير كمان أن معدل النمو الاقتصادي في عدد من الدول، احنا بنتكلم على مين اللي معانا، احنا بنتكلم مصر طبعا زي ما قلت لحضراتكم، الصين، فيتنام 6%، أما مصر 6.8%. التوقعات دي بتشير أنه أو بتستند لمقياس بيتمثل في التركيبة الاقتصادية اللي بتعكس مدى التنوع والتطور في القدرات الانتاجية المضمنة في صادرات كل دولة. بيقولوا في التقرير، بيقول أن مصر والصين وفيتنام يعتبروا أسرع الدول نموا وفقا للتوقعات دي، مش بس لأنها يعني تشارك في نفس المستوى التعليمي أو المنطقة الجغرافية أو الدين أو أي مقياس تاني، لكن لأن كل واحدة من الدول دي يعني عندها أكثر تطور من المعرفة المتخصصة أكثر مما هو متوقع، وإن الدخل بيها من شأنه أنه يدفع للتنوع والنمو. قال برضو التقرير أن بالمقارنة في سنين سابقة الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنوعا، ارتفع بمقدار درجتين في مؤشر التركيبة الاقتصادية، وأن الدافع وراء التحسن ده بيتمثل في تنوع الصادرات المصرية. وأخيرا وضح التقرير أن مصر مؤهلة للاستفادة مستقبلا من العديد من الفرص لتنويع إنتاجها باستخدام معرفتها الحالية. طيب علشان نترجم الكلام ده والتفاصيل الاقتصادية اللي أنا قلتها والمصطلحات تعال حضراتكم، هنفهم ده من دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. مساء الخير يا دكتور مصطفى. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك دكتور مصطفى. يعني تقرير هارفارد احنا بنتكلم عنه النهارده وغيرها من التقارير اللي تعرضنا ليها الفتره اللي فاتت بتتكلم على توقعات ايجابيه بالنسبه للاقتصاد المصري. قراءه حضرتك وتفسيرك للتقرير الاخير اللي بنتكلم عنه النهارده يا دكتور. شوف يا فندم، طب المؤسسات الدوليه سواء اخر النهارده كان هارفارد، ودي من أكبر المؤسسات الخارجية، بتقول عن الاقتصاد المصري إيه؟ بتقول إن إحنا عندنا قصة نجاح، ده بمنتهى البساطة خالص. قصة النجاح دي بتتوقعها إزاي؟ بتقول إن إحنا المؤسسات الخارجية، وطبعًا كان بلومبرج من كام يوم، وقبليها طبعًا ستاندر أند بور للتصنيف، بيتكلموا إن مصر متوقع ليها معدلات نمو زيادة في كل سنة من السنوات القادمة إن شاء الله حتى سنة 2027، ده توقع يعني نصل لحدود قرب 7%، 6.8 يمكن أكتر يمكن أقل شوية. وطبعا اختلاف رؤيتهم، عشان في أرقام هتلاقيها مثلا يقول لك 7 وزيادة، فيها يقول لك 6.5 اللي هي المؤسسات الدولية. بتقول كده بناء عليه يا فندم. أيوة بناء على التصحيح اللي احنا عملناه في الاقتصاد. اول تصحيح عملناه في الاقتصاد ان احنا بنحسن الصادرات بتاعتنا، ابتدينا نكون عندنا انتاجيه ونزود الصادرات، دي نمره واحد. امبارح كنا بنتكلم في 15 سلعه جديده يعني ارتفع تصديرها، فبالتالي برضو ده كان خبر بيصب في صالح زياده الموارد من العمله الاجنبيه، بيفتح لنا اسواق في الخارج، بيزود الرقعه الزراعيه اللي عندنا اللي احنا افتقدنا منها جزء كبير في السنين اللي فاتت، صححناها وابتدينا نصدر للخارج. تمام. اتنين، عندنا وفر من الطاقه. تلاته، ابتدينا نعمل مناطق صناعيه تجذب مستثمرين من كل انحاء واطراف العالم.
أربعة عندنا فائض من الغاز، خمسة عندنا يد عاملة، وابتدينا ندرب اليد العاملة ليستحسن السوق الخارجي استخدام الشباب المصري. عندنا الحمد لله وفر في الطرق، عندنا الحمد لله زيادة في عدد المواني، فأي مستثمر هيقدر يجي يستثمر عندنا في أي منطقة في السواحل البحر الأحمر أو البحر المتوسط قادر على تصدير منتجه، مش هيكون يعني حبيس مصر بس. فتحنا عدد من الاتفاقيات وتوقعنا مع أشقائنا في القارة الإفريقية اللي هي هو الظهير الخلفي لنا في مصر. فهيكون المستفيد من كل التوقعات الخارجية هو المستثمر الأجنبي اللي بيقرأ التقارير دي. بقى النهاردة المستثمر الأجنبي اللي بتقول له خلي بالك روح مصر، شهادة ثقة بالضبط كده، أو الصين أو فيتنام، دول بيحققوا معدلات نمو، دول عندهم استقرار سياسي، دول عندهم استقرار في سعر الصرف، دول عندهم النهاردة قابلية للزيادة وللإنتاجية خلال العشر سنين الجاي. اسمحي لي في نقطة واحدة. اتفضلي. اثنين عشر سنين، يعني الناس بتتكلم طب ما يقولوا خمس سنين. أي مستثمر يا فندم بيجي من بره عايز يطمن على الأموال الاستثمار بتاعه في البلد اللي بيخشها ما يقلش من خمس لعشر سنين. استثمار طويل الأجل، لو مش سنة سنتين ويمشي. بالظبط كده، دي بنسميها تنمية مستدامة. بالظبط، التنمية اللي بيكون بيحقق منها المردود الفعلي من دراسة الجدوى. عشان كده الشهادات اللي هي المؤسسات الخارجية دي لما بتعرض التقارير عن الاقتصاد المصري بتطمن المستثمر الأجنبي سواء شركة سواء دولة سواء حكومات، بتقول له اطمن خش لمصر قدامك 10 سنين ان شاء الله الناس دي بتعمل معدلات نمو كويسه. طيب سؤالي بقى يا فندم، المواطن العادي اللي سمعنا دلوقتي هقول لك ده كلام جميل وكلام رائع، انا احس ازاي انه طبعا في اختلاف وفي مرتبات زادت ومعاشات وفي تكافل وكرامه، لكن اقول لك انا عايز يبقى في انتعاش اكبر واكبر كمان، مردوده على المواطن المصري، وهل بنتكلم برضو ده هيحصل تباعا في السنين القادمه ان شاء الله، ولا 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 يعني يشعر بها المواطن باي شكل وازاي؟ طب خلينا نتفق الاول ان في فرق في الطبقات في المجتمع. يعني الطبقه الاولانيه هتلاقي النهارده الحمد لله الدوله هي اللي تحصل على العائد. الدولة دي بتدي للمواطن ازاي؟ في صحة، أيوة، في التعليم، في علاج فيروس سي، صحيح، في علاج النهاردة حملة السيدات الأفاضل اللي بتكشف في التأمين الصحي الشامل اللي الدولة بدأت في تنفيذه، لازم يكون في تمويل. خلينا أقول أحسد أهلي في بورسعيد إن هم كانوا المحافظة الأولى في التأمين الصحي الشامل. إن شاء الله ده على نهاية السنة هيكون عندهم منظومة متكاملة، ثم نلحق بالباقي. إيه تاني يا فندم؟ الخبز، العيش اللي احنا بناخده لسه النهارده مدعم بخمس قروش، ده بينول المواطن. كل ما الدولة بتوفر استثمار ده بيعود على المواطن، الوفرة دي هتعود على المواطن في ملفات زي حضرتك اشرت ليها، فتبقى بتدعمه بشكل مباشر. بالظبط. وبعدين مين تاني بيشتغل؟ ما هو يا ابني يا اخويا يا عمي يا خالي يا والدي، كلنا النهارده بنشتغل. هقول لحضرتك على اهم مؤشر ذكرته الحكومة من خلال الايام الماضية، مؤشر البطالة عندنا، انخفاض معدل البطالة. طب النهارده هو مين اللي بيشتغل؟ دول مش اخواتي واهلي والبلد؟ هو ده اللي بيحصل. البلد يا فندم النهارده بتوجه كده بمنتهى البساطه، اشتغل عشان تاخد فلوس، بتفتح لك مشروع عشان تاخد فلوس، لكن هتقعد تستنى ان الحكومه تعينك؟ لا، الحكومه مش هتعينك. الحكومه بتفتح لك مصنع النهارده كبير، روح اشتغل بكفاءتك، يا رب تاخد مليون جنيه بقى في الشهر اسمحي لي. الحكومه بتحطش قيود على كل من يحصل على اموال، طالما في استثمار واستثمار جاي لاي حد اشتغل في القطاع الخاص روح افتح مشروع خاص، اعمل اللي انت عايزه. النهارده الاستثمار الاجانب بيطلبوا المصريين يشتغلوا، عندنا محور قناه السويس ان شاء الله في الخمس سنين الجايه من المتوقع ان يكون طالب مليون وظيفه عمل مباشره وغير مباشره. مين هيشتغل؟ انا او غيري او غيري او غيري. اعتقد بس هي الخطاب اللي يوصل للمواطنين يا ريت يكون خطاب يصل له سمعهم واذانهم كيفيه التغير في الصرف او الدعم من الحكومه للناس. تمام، شكرا جزيلا على التوضيح دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي، بشكر حضرتك. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نكمل بقية أخبارنا مع حضرتك. تشكيل عصابي يضم 12 عنصرا تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبطه،
المتهمون قاموا بوضع أقماع مرورية ليلا بأحد شوارع مدينة نصر، وباشروا الحفر فيه لاستخراج الكابلات الخاصة بإحدى شركات الاتصالات بهدف سرقتها. ومع عناصر التشكيل تم ضبط سيارة مثبت على لوحتها المعدنية استيكر بأرقام مغايرة للحقيقة، وأربع خطابات منسوب صدورها لشركة الاتصالات تفيد التصريح بالحفر، وتصريح ممهور بخاتم شعار الجمهورية يفيد الموافقة على أعمال الصيانة، وجميعها مزورة. بعد معلومات أعقبها تحريات، نجحت مديرية أمن الجيزة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام في ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على أصحاب معارض السيارات من خلال الادعاء بامتلاك محجر وتأجير السيارات الحديثة منهم لمدد طويلة بداعي مرافقة خبراء أجانب، وعقب ذلك يقوم بالاستيلاء عليها من خلال تزوير أوراقها وإعادة بيعها بأسواق السيارات، وأرشد عناصر التشكيل عن السيارات المستولى عليها والتي تم ضبطها. أعداد كبيرة من المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية تستفيد يومياً من تخفيضات الأسعار على السلع الأساسية التي توفرها مبادرة كلنا واحد، التي أطلقتها وزارة الداخلية في مرحلتها الثامنة برعاية رئيس الجمهورية. وبالتزامن معها فقد نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط 5 أطنان و300 كيلوغرام لحوم وتوابل داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الأدمي بأحد مصانع إنتاج مصنعات اللحوم بالعبور، بعد أن أكدت المعلومات أن مالكه يقوم بتجميع هذه اللحوم منتهية الصلاحية مع إعادة تعبئتها وبيعها للجمهور ما يعرضهم للخطر. كما نجحت الإدارة في ضبط مصنعين دون ترخيص لإنتاج وتعبئة ملح الطعام بالقليوبية لقيام صاحبي المصنعين بإنتاج وتعبئة ملح الطعام مستخدمين في ذلك ملح السياحات المخصص للأغراض الصناعية والمحظور استخدامه في الأغراض الغذائية وغير الصالح للاستهلاك الآدمي، وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات عليها أسماء تجارية وهمية وطرحها للبيع معرضين حياة المواطنين للخطر. وتم ضبط 290 طن ونصف طن ملح سياحات محظور استخدامه في الأغراض الغذائية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وضبط نحو 32 طن ملح طعام داخل عبوات وغير صالح للاستهلاك الآدمي. حضراتكم معنا مرة تانية ونرجع لمتابعة بقية أخبارنا. والخبر اللي أقول لحضراتكم هو خبر مهم جدا في ظل أنه إحنا منظومة النقل عندنا يعني طبعا عارفين يعني مشاكلها، وان يد الاهمال طالتها لسنين طويله، وانه ما كانش فيه تعامل جاد مع الملف ده. ويمكن في مقدمه واحنا بنتكلم على النقل السكه الحديد وحوادث السكه الحديد، وكنا بنتكلم انه المساله دي محتاجه المليارات، لكن الاهم من كده ان يكون في اراده حقيقيه للتعامل مع مشاكل السكه الحديد وتطوير هذا المرفق الهام اللي يعني بينقل ملايين الركاب. اتفاقيه منحتين ما بين مصر والبنك الأوروبي للتنمية والإعمار، التنمية والإعمار أو البنك الأوروبي للتنمية والإعمار إدى لمصر منحتين لمشروع تجديد القطارات أو القاطرات وتطوير منظومة شحن البضائع بالسكة الحديد. قيمة المنحتين دول 1.5 مليون يورو، يعني 28 مليون جنيه. وقعت طبعا دكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسيد خالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل. المنحة الأولى هيتم توجيهها علشان يتم مساعدة السكة الحديد في تطوير أعمال الشحن الحالية، ودراسة كمان أنه هيحصل إنشاء شركة فرعية منفصلة ونظام تعقب للبضائع، ده غير هيكون في هيكل إداري. يعني بنتكلم وفقا للتكنولوجيا الحديثة في العالم كله، أنه مش هنخترع العجلة لكن يكون في عندنا شركات متخصصة نشوف إيه الخبرات الأجنبية، نشوف
النظم الحديثة ويتم تطبيقها. فهيكون في هيكل إداري وتنظيمي، وهيتم كمان الأصول الخاصة بالسكة الحديد برضو هيتم إعادة تقييمها وتوجيهها في المكان الصحيح. المنحة الثانية هيتم تخصيصها لمساعدة برضو السكة الحديد في الأعمال الاستشارية الخاصة بشراء 100 جرار سكة حديد، وده اللي هيتم التعاقد عليه من خلال التعاون ما بين وزارة النقل والبنك الأوروبي بقيمة 290 مليون يورو. وزيرة الاستثمار دكتورة سحر نصر وضحت أن قطاع النقل جاي دلوقتي على قمة أولويات الوزارة فيما يخص جذب الاستثمارات، ويكون في استراتيجية للتعاون مع شركاء التنمية الدوليين وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي علشان يتم استكمال التقدم اللي بيشهده القطاع دلوقتي في شتى المجالات. الوزيرة قالت برضو أنه تم توفير تمويلات ومنح لقطاع النقل بقيمة 6 مليار دولار، لأن الوزارة مدركة بشكل كبير أن القطاع ده مهم وبيأثر على تحسين الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطن والتنمية بشكل عام. أما وزير النقل قال أن الوزارة دلوقتي مهتمية أنها تدعم قوة إتجار بالسكة الحديد علشان تحسن الخدمة المقدمة للركاب، والوزارة دلوقتي شغالة في أكتر من اتجاه سواء موضوع تدعيم قوة الجر، وده متمثل أنه هيتم التعاقد على شراء 250 جرار جديد. ونقطة مهمة جدا بقى غير الجديد بقى القديم أنه يبقى فيه إحلال، يبقى فيه صيانة، يبقى فيه توفير قطع غيار جديدة علشان الجرارات المتوقفة للأسف الشديد من سنين طويلة يتم برضو نشغلها، يعني نشوف هي محتاجة إيه بدل ما هي مركونة كده ونبدأ نشتغلها مرة تانية بالإضافة للجرارات الجديدة. وده معناه زي ما قال الوزير أن ورش السكة الحديد هترجع تشتغل تاني، والأهم أنه هيكون تحت إشراف خبراء من المصانع العالمية علشان ننقل خبرات بره للمهندسين والفنيين المصريين. فبالتالي التعاون الاستثماري المهم اللي بيحصل دلوقتي مع عدد من المؤسسات والبنوك الدولية في تطوير مجال النقل وخاصة السكة الحديد، السكة الحديد اللي هي تاريخية، يعني دي واحدة من أهم وأقدم السكك الحديد على مستوى العالم، وللأسف بقت قديمة، يعني هي الأقدم وبقت أقدم فعليا لأنه ما كانش في حد لا بيهتم ولا في صيانة ولا في أي شغل ولا في حاجة جديدة بتحصل. فالتعاون مع شركاء التنمية مهم جدا، المنح والاستثمارات اللي بنتكلم عنها هيكون ليها مردود على هذا القطاع الهام، وبالتالي كمان تجذب استثمارات أجنبية في هذا القطاع. طيب احنا بنتابع طبعا حجاجنا وان شاء الله يوصلوا بالسلامه ان شاء الله. يمكن بقى لنا كام يوم بنقول شركه مصر للطيران شغاله، وطبعا في الرحلات يعني في استعدادات مهمه علشان كل حجاجنا ان شاء الله يرجعوا بعد اداء فريضه الحج، وربنا يتقبل من الجميع ويكتبها للجميع باذن الله، يرجعوا يعني سالمين ان شاء الله بدون اي مشاكل. الشركه قالت في بيانها النهارده انها هتنظم 27 رحله جويه من جده والمدينه المنوره القاهرة، هتنقل 6300 حاج بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 2400 حاج، وهيكون كمان في رحلة خاصة لنقل حجاج دولة مالي. في برضو من بين الرحلات 16 رحلة من المدينة المنورة علشان تنقل 3900 حاج، ومن بينها برضو رحلة خاصة لحجاج دولة فلسطين وحجاج برضو المحافظات بقى المختلفة عندنا الجيزة المنوفية السويس الدقهلية، يعني كل الحجاج إن شاء الله يرجعوا بسلامة الله لأرض الوطن. النهارده الدايره 15 ارهاب بمحكمه جنايات الجيزه قضت بمعاقبه 7-6 متهمين بالاعدام شنقا بتهمه تكوين جماعه ارهابيه لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 اشخاص من بينهم امين شرطه وحيازه اسلحه وذخائر بدون ترخيص. دي القضيه المعروفه اعلاميا بلجان المقاومه الشعبيه بكرداسه. النيابه العامه اسندت للمتهمين ان هم في 2013 في دايره مركز شرطه كرداسه أسسوا يعني خلية أو عصابة اللي هي لجنة المقاومة الشعبية في ناهية وكرداسة علشان تعطل أحكام الدستور والقانون، منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها. فبالتالي جه حكم المحكمة النهاردة زي ما بقول لحضراتكم بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقا. الخبر الجميل بقى اللي احنا متابعينه
هنتكلم فيه وهنفرد له وقت طويل إن شاء الله فقرتنا اللي جاية النهاردة بعد الفاصل. احتفلنا واحتفقنا بأبطال العالم، أبطال كرة اليد، منتخب الناشئين طبعا، بنبارك لهم وبنقول اللعبة دي خلاص بقت تحت الأضواء، بقى في اهتمام بيها، اهتمام إعلامي، وإن شاء الله ينعكس كمان على يكون في اهتمام شعبي بأهمية هذه اللعبة بشبابنا اللي حققوا الإنجازات المهمة دي وتم تتويجهم زي ما شفنا امبارح بكأس العالم، وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليهم والإشادة بالأداء، ويمكن دي تحطها تحتها ألف سطر، يعني الأداء البطولي والرجولي المشرف، تتحلى بروح المسؤولية، تبقى عارف إنك بتلعب باسم بلدك، فبالتالي أنت خير سفيرة، بقول دي القوة الناعمة لبلدك. الرياضة يعني غير كرة القدم، كرة القدم يعني مجال الحديث عنها بعد كده، لكن اللعبة دي لما أقول لحضراتكم الخبر إنه تتوجنا بكأس العالم بالشكل ده كان محل اهتمام وكالات الأنباء العالمية، وإن الفراعنة حققوا إنجاز تاريخي، والأول مرة يكون في فريق غير أوروبي، الفريق المصري يعني، إنه يفوز بهذه البطولة. هقول لحضراتكم كده بعض العناوين. صحيفة أس الأسبانية كتبت فراعنة اليد أبطال العالم، وقالت حقق لاعبو مصر لكرة اليد إنجازا تاريخيا بعد ما توجوا بلقب بطولة كأس العالم للناشئين دون 19 سنة، وفازوا على ألمانيا، كان فوز صعب، بنتيجة 32-28. وقالت الصحيفة الأسبانية إن منتخب مصر أصبح أول فريق غير أوروبي يقف على منصات التتويج منذ بداية البطولة في 2005، ده في أسبانيا. في أمريكا شبكة CNN الأمريكية كتبت وقالت إن مصر تفوز ببطولة العالم في كرة اليد للناشئين للمرة الأولى في تاريخها. وبصوا بقى الكلام المهم اللي بيقولوه ده، إن مصر بتعتبر من الدول المتقدمة في كرة اليد، وبتحقق المنتخبات المصرية مراكز متقدمة في بطولة العالم للعبة. يعني هم بيقولوا إن احنا متقدمين في كرة اليد وحققنا بطولات، ممكن قلت لحضراتكم امبارح المنتخب الكبار، الشباب، الناشئين، يعني حصلوا على مراكز متقدمة في بطولة العالم لكرة اليد على مدار السنين اللي فاتت. هم بيقولوا احنا متميزين في هذه اللعبة، فنتمنى بقى إن احنا كمان نبقى عارفين وفاهمين مدى تميزنا ومدى قوتنا في هذه اللعبة، وبالتالي تترجم في كتير من الإجراءات اللي قلتها لحضراتكم. عندنا هيئة الإذاعة البريطانية BBC برضو اتكلمت على إنجاز فراعنة اليد، وعنوانها كان منتخب مصر للناشئين يتوج ببطولة العالم لكرة اليد. ألف مبروك مرة تانية لمنتخبنا ولشبابنا ولأبطالنا أبطال العالم، وهنحتفل بيهم بعد الفاصل.